استاذ عماد الدين حسين، ممكن عطلتك على الكتابه يمكن، لكن في ناس لا ده هو شايل الاجنده على فكره. في ناس انت كاتب ملاحظات، بس قبل الملاحظات في اصوات خارج مصر بتمثل اهل الشر دائما ما تهاجم ليس فقط التجربه الحاليه وانما كل تجارب الدوله المصريه على مدار 6 سنوات. كيف نواجه هؤلاء، ام زي ما قال الاستاذ حلمي النمنم ما نسمع لهمش؟ لا، طالما ان هو موجود عليك انك انت تسمع ان هو بيقول ايه، مبدئيا مهما فعلت هؤلاء سيظلوا يفعلوا ما يفعلون، حتى لو عملت اللي بيقولوا عليه سيظلوا رافضين، هم خلاص مش عايزين ده فبيرفضوا كل شيء. فبالتالي الرهان على اقناعهم او على تغيير وجهه نظرهم مش هيحدث، لان هو بيبص على زاويه مختلفه تماما وهي رفض كل شيء بغض النظر انه كويس او وحش. يعني حتى لو اتحققت حاجه كويسه طبقا للمنطق العام اللي موجود في الدنيا كلها لن يعجبهم ده، وبالتالي انت عندك مسار عليك انك انت تشتغل فيه صح. ايه صح؟ لما انا هشتغل على التوافق الوطني، اكبر قدر من التوافق الوطني، اكبر قدر من البناء السياسي، اكبر قدر من الاصلاحات، اكبر قدر من كل شيء، هو ده اللي بيخلي هذا المعسكر يصاب اكتر ب يعني توتر طول الوقت. انا اتصور انه يمكن ارتباطا بهذا السؤال لما يجي عندي يبقى في تحالف احزاب كانت لحد فتره رافضه الى حد كبير المشهد السياسي ومختلفه وحاجات زي كده، دخلت في شخصيات سياسيه كانت بره المشهد دخلت، فبالتالي كلما وده الدرس. انا بالنسبه لي النقطه الجوهريه الملاحظه اللي شايف اساسيه، مجلس الشورى يعني المفروض اضافه الى مجلس النواب ان احنا محتاجين اكبر قدر من التوافق السياسي، اكبر قدر من الانفتاح السياسي. كلما انفتحت سياسيا، كلما كانت فيها اصوات في اطار القانون والدستور والدوله المدنيه، كلما هزمت اهل الشر بالضربه القاضيه. لان مثل هذه الاصوات الرافضه، مثل هذه الاصوات المتحالفه مع الخارج احيانا ومع اعداء الدوله المصريه، مش اعداء يعني، في فرق كبير جدا بين انت ممكن تختلف مع الحكومه والنظام وبين انت تناصر اردوغان على وطنك وعلى صحيح. امتك دي صحيح. مساله ما فيهاش اي تفاهم، يعني مساله تقترب من الخيانه العظمى كاملتها. وبالتالي هذا انا اللي شايفه، انه انتخابات مجلس الشورى ثم انتخابات مجلس النواب، انه الدوله المصريه دوله قويه جدا لا ينبغي عليها ان هي تخشى من اي تنوع من اي اصوات مختلفه في اطار القانون والدستور، وبالتالي تعظم هذا الجانب، وده اللي هيضرب الارهاب، اللي هيضرب اهل الشر، اللي هيقدر يخليك اكثر صلابه في مواجهه تحديات. انت عندك 3 تحديات اساسيه: اثيوبيا ومياه النيل، تركيا ومحاوله الهيمنه على المنطقه، والارهاب الملف المستمر. 3 ملفات دول بتواجههم اكتر وبقوه وانت الدوله قويه والدوله متماسكه والدوله فيها توافق وطني وفيها فهم عام لهذه التحديات.